بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا الكرام، اشواطنا متواصلة شوطا بعد شوط، السابع الخاص للابكار. هذا الشوط نسير الى مقدمة الشوط ونتابع اللي قادت المسيرة وخذت المركز الاول منذ بداية الشوط. يا سلام يلي انطلقت الى المركز الاول مشاهدينا الكرام لحمد بن رضا الوهيبي الشاهينية، تليها المركز الثاني لمنصور بن سعيد الفزاري. يا سلام من يقدم الفزاري في هذا الشوط نجوى منصور بن سعيد بن سالم الفزاري. المركز الرابع او الثالث، الله، وصل ابو شامس اللي ما يمازح في الامتار الاخيره، الهده يحيى بن شامس المنهالي هو من يقدم الهده. وصل شعار ابو سيف، وصل شعار حمد بن عيف على ظهر الشاهينيه لمنصور بن حمد بن عيف العامري. ومنصور باذن الله تعالى، يا منصور اللي ياتي على المركز الرابع المركز الخامس بعيد عنا شوي لكن قادمه. عموما على كل حال بالرضا على الصداره، يمكن للمره الثانيه ما دام هكذا المسار، ما دام هكذا السير. الله، مهديه حمد بن رضا الوهيبي، لكن ابو شامس ياتي بالهده على المركز الثاني. سلاله مهدي العاصفه على صداره الشوط، هذه مهديه تنفرد بالمركز الاول. الحمد بن محمد بن رضا الوهيبي على صدارة الشوط، لكن اشوف شيء، تحركات من شعار بن عيف، من شعار ابو شامس في اللحظات الاخيره، في اللحظات الحرقه، في اللحظات الحاسمه، لكن خلاص تهانينا للمرة الثانية لحمد بن محمد بن رضا على فوز مهدية بالمركز الأول. المركز الثاني يحيى بن شمس المنهالي، الثالث لحمد بن سيف بن عيف العامري. نعود للتوقيت مشاهدينا الكرام، دقيقتين 15 ثانية، مهدية حق حمد بن محمد بن رضا الوهيبي.